السلام عليكم يا الإخوة الجزائريين. غادي نوجه واحد الرسالة للشباب الجزائري، الشباب الجزائري داخل الجزائر وخارج الجزائر، الشباب اللي غير على بلاده والشباب اللي باغي بلاده تتحسن. كما تعرفوا كاين في وسائل التواصل الاجتماعي العديد من الوجوه التي تمارس النشاط السياسي وتمارس التدوين وتمارس المعارضة، لكن ما كان حتى نتيجة مفيدة للشعب. كان حتى نتيجة مفيدة للشعب، علاش؟ لأنه ما كانش إخلاص. نقولها ونعاودها، ما كانش إخلاص وما كانش حب حقيقي للجزائر. ألور، أنا النصيحة تاعي للشباب الجزائري، من بين كاع هاد الوجوه اللي عندي تقريبا واحد 3 سنوات وأنا نتبع في الأوضاع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نخير لكم واحد ولا نزكي على الله أحدا، هو ما يعرفني وأنا ما نعرفه، بس عندي واحد 2 سنوات وأنا نتبع فيه، إنسان عنده موضوعية في الطرح السياسي تاعو، إنسان عنده مبادئ، إنسان صحي غير على البلاد وصح يحب الجزائر. الإنسان هذا يسموه نور الدين خبابة، عنده صفحة شخصية تاعو نور الدين خبابة، وعنده صفحة يسموها المصالحة الجزائرية. ألور يا الشباب الجزائري، ماذا بينا وماذا بكم تتابعوا هذا الإنسان وتدعموا هذا الإنسان وتوقفوا مع هذا الإنسان؟ لأنه الناس هذوك اللي قاعدين ينشروا في الانحطاط وينشروا وقاع النار وما يسبوا في أعراض الناس ومن أجل تحقيق مصالح شخصية ومن أجل إشفاء كما قال لك الغليل تاعهم، لأنه عندهم حقد تجاه أطراف معينة وعندهم حقد تجاه ناس معينين، قالوا هذوك الناس يعني والله من المؤسف كي تدخل لاباج تاعهم تلقى زوج ملايين، تلقى مليون، تلقى 500 ألف، من المؤسف. وناس ما عندهم مستوى دراسي، ما عندهم تربية، ما عندهم أخلاق، ما عندهم كما قال لك نضج سياسي، ما عندهمش غير رايح وصاي. والشباب قاعد يتبع، ألور ماذا بكم تبعوا الأستاذ نور الدين خبابة، والسلام عليكم.